آية أورنج وبنك القاهرة عمان. موضوع الحلقة اليوم اللي هو التوعية والتثقيف بمرض الألزهايمر بمناسبة أنه اليوم بيصادف 21/9 اليوم العالمي للألزهايمر. ضيفي سيد حمزة النوري رئيس جمعية العون لرعاية مرضى الألزهايمر. بدنا نحكي إحنا وياه شوي حول هذا الموضوع. كمان بدي أرحب فيك حمزة. يسعد مساك، أهلا وسهلا. ومساكي اهلا وسهلا فيك نسرين. يا هلا حمزه، جهود مباركه اللي عم تعملوها بجمعيه العون، برافو عن جد. يعني بعرف قديش في اهتمامات مختلفه عم بتكون بعده مجالات طبيه وغير طبيه، ولكن انه حدا يقرر انه يكرس جمعيه للتوعيه والتثقيف بموضوع الألزهايمر، موضوع في غايه الاهميه، لا يدركه الا يمكن اللي عانوا من القصة نفسها. فأنا بدي أسألك بليز في البداية، كيف بلشت فكرة الجمعية؟ بلشت فكرة الجمعية بعمر جدا صغير، كنت بالمدرسة لسه عم بأسس بالجمعية وأنا عمري 15 سنة. واو. لما عمتي انصابت بمرض اسمه فرونتو تمبرال ديمنشيا اللي هو الخرف. هلأ الزهايمر هو جزء من أنواع الخرف، الخرف هو المرض الأساسي. نعم. فبعيدا عن موضوع الجانب الطبي، من صابت عمتي بسن 45 سنة، وبعدين أنا تأثرت كتير بالموضوع، قلت لا بدي أساوي إشي، وأنا متأكد إنه ما في كتير أشياء عم تنعمل بوطننا بالأردن لهذا الشيء. أوكي. فبحثت على الإنترنت مين هم أكبر مركز لمراكز الألزهايمر اللي بديرها بالعالم، هم اسمهم ألزهايمر ديزيز إنترناشنال. فتواصلت معهم، مقرهم في بريطانيا، وعملنا تدريبات كاملة مكثفة عن الموضوع، حضرت إشي اسمه ألزهايمر يونيفرسيتي. بعدين بلشت بتطبيق الجمعية وسجلناها رسميا مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية بال 2020. بال 2020 يعني بنقدر انه نحكي رسميا عمرها سنة تقريبا. رسميا عمرها سنة، بس من قبل نحن بلشين من 2015 تقريبا. برافو حمزة، احكي لي اكثر عن المبادرات اللي بتعملوها، شو بتعملوا بالجمعية، شو خططكم؟ زي ما تفضلتي، شهر 9 هو الشهر العالمي لمرضى الزهايمر، واليوم هو اليوم العالمي، واكيد لي شرف اني اصلا اكون معك دائما مع نسرين نمبر 1 بكل راديو. هلا انا يعني بعزها كثير ودائما بتابعها. تسلم يا حمزه، اهلا وسهلا. ودائما الاورنج فخمين وبنك القاهره عمان، هاي كمان دعايات لهم. الفوت بالموضوع، فدائما نحن بنركز على اضاءه الاردن باللون البنفسجي. نعم. ليش بنفسجي؟ هو اللون الموحد لمرض الزهايمر عالميا، وكل العالم ينضم على هذا الشيء. يعني عن مرض واحد العالم كله بيتفق عشان ينشر الوعي. فاليوم راح نكون مضوي عده منشآت مؤسسات وشركات باللون البنفسجي وفنادق في الأردن، ولنشر الوعي أكثر. وطبعا مبادرات تانية بنعملها هي مبادرات توعوية، نحن هلأ بشراكة رسمية مع وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية، أنه نوعي الناس أكثر عن المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نعمل كمان تدريبات لنوعي المجتمع ونوعي المدارس ونوعي الجامعات والبنوك وإلى آخره. برافو. يعني أنا بعرف أنه من أهدافكم إنشاء مركز صحي متخصص للألزهايمر، شو نية هذا المشروع؟ إن شاء الله هذا هو هدفنا الأساسي، وهذا هو ليش أنا بلشت الجمعية، وليش الهيئة الإدارية كمان مع بعض نحن بلشنا بهيك الفكرة. فهذا هو هدفنا الأساسي، وإن شاء الله قريبا يعني ممكن نحن يعني نحلم بهذا الشيء، بس هو يعتمد على الفاندينج والدونيشنز اللي بتوصل للجمعية. أكيد بده دعم مادي. نقدم طبعا بده دعم مادي، بده دعم معنوي، بده دعم من الدكاترة، بده دعم من النورسات، يكون في عنا كوادر طبية تتحمل هذا الشيء. عنا شح حمزة، عنا شح بالأردن بالمراكز المختصة بالعناية بمرضى الألزهايمر؟ عنا بس كتير خفيف. شح يعني ضعيف الوضع. إلى حد ما. بس نحن موجودين هون لنقدر نحسن، لنقدر نوقف بجانب الحكومة، ونقدر ندعم قد ما نقدر. برافو حمزة. في قاعدة بيانات رسمية حول عدد مرضى الألزهايمر بالأردن؟ هلأ في قاعدة بيانات، بس موجودين بكل محل. يعني عرفتي، مش وزارة عندها الأدى، وزارة تانية عندها الأدى، مش متجمعين. بس اللي دركنا عليه آخر إشي، الإحصاءات عم بتقول عنا 20,000 شخص مصاب بمرض الزهايمر في الأردن، ويمكن هدول بس المشخصين، غير الحالات اللي ما بنعرف عنها. صح، في عنا مشخصين غلط. صح بالضبط، هذا اللي عم نواجهه بالأردن، انه في ناس عم بتشخصوا غلط.
كنا عم نحكي حمزة قبل شوي أنا والمستمعين قبل الاتصال معك، كنت بحكي مع المستمعين عن قديش في طريقة خاصة للتعامل مع مرضى الزهايمر، وضروري ننشر هذا الوعي والثقافة بشكل عام، لأنه للأسف الناس يعني أولا بيشخصوا غلط الحالة، ما بيكونوا عارفين أنه الشخص اللي عزيز عليهم بالبيت مصاب بأعراض أولية للألزهايمر، وتانيا بعرفوش يتعاملوا معه، الطرق كلها بتكون غلط، فهذا كله بيأثر سلبا على حالة مريض الألزهايمر. ففعلا جهودكم مهمة كمان. وحالة الشخص بتحس أصعب يعني المرض على الشخص نفسه ولا على اللي حواليه؟ لا على اللي حواليه. على اللي حواليه هلا هو حرام، هو يعني بالأحرى هو على الشخص نفسه، بس هو الحواليه متدمرين صحيح نفسيا عاطفيا، تركوا شغلهم الأساسي، تركوا مصدر رزقهم عشان يكفوا بهي المهام. مزبوط. بس مثل ما هم ربوكم صار الدور نحن نرجع نعيد الموضوع مرة تانية. برافو عليك يا حمزة، أنا كتير مبسوطة بوجودك معي اليوم، وكل الدعم والتقدير من الراديو لإلكم، أي إشي بدكم إياه جمعية العون اعتبر هذا المنبر منبركم عن جد. إن شاء الله، وأنت دائما حضلكم نمبر وان، ونفتخر فيكم، نفتخر فيكي كإعلامية. يسعدك وبلاكم منورين. يسعدك يا حمزة، ويعبونا أكثر نانسي عجرم. هلا بنحط لك نانسي عجرم. شكرا يا حمزة النوري. قبل ما نختم اللي. بس بدي أقول إنه نحن معكم، نحن إيد بإيد، نحن منكمل بعض لنبني مستقبل أحسن ولبني أردن أحسن. ومن منبركم بحب أوجه شكر كتير كبير لإلكم، لوزارة الصحة ولوزارة التنمية الاجتماعية معالي الدكتور فراس هواري ومعالي أيمن مفلح على وقوفهم معنا بهذا الشهر، اللي هم وقفوا معنا ودعمونا وأعطونا كتير إشياء اللي احنا نحلم فيها وبدنا إياها. فإن شاء الله نضلنا معاكم ونضلنا إيد بإيد إن شاء الله، وكل الشكر الموصول لإلك كمان وكل العاملين في جمعية العون لرعاية مرضى الألزهايمر.